قراءة التدريب. ما هوايتك يا جابر؟ هوايتي الرياضة. ما هوايتك يا جلال؟ هوايتي جمع التواضع. ما هوايتك يا زينب؟ هوايتي الحاسوب. ما هوايتك يا إلهام؟ هوايتي التدبير المنزلي. ما هوايتك يا علي؟ هوايتي السفر. ما هوايتك يا عثمان؟ هوايتي الرحلات. التدريب الثاني. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: هل زرت معرض الهوايات؟ لا، ما زرته. التدريب: هل شربت الشاي؟ لا، ما شربته. هل أكلت التمر؟ لا، ما أكلته. هل سمعت الأذان؟ لا، ما سمعته. هل قرأت الكتاب؟ لا، ما قرأته. هل كنست البيت؟ لا، ما كنسته. هل غسلت القميص؟ لا، ما غسلته. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: هذا جناح جمع الطوابع. هذا طابع هندي. التدريب: هذا جناح الخط. هذا خط عربي. هذا جناح الصحافة. هذه صحيفة عربية. هذا جناح الملابس. هذا ثوب عربي. هذا جناح الطيران. هذه طائرة سعودية. هذا جناح الكتب. هذا كتاب علمي. هذا جناح التدبير المنزلي. هذا طعام صيني. التدريب الرابع. حول كما في المثال. المثال: أي جمعية تختار؟ أي جمعية تختارين؟ التدريب: أي فاكهة تأكل؟
أي فاكهة تأكلين؟ أي كتاب تقرأ؟ أي كتاب تقرأين؟ أي صلاة تصلي؟ أي صلاة تصلين؟ أي مواد تدرس؟ أي مواد تدرسين؟ أي قلم تريد؟ أي قلم تريدين؟ أي صحيفة تطلب؟ أي صحيفة تطلبين؟ التدريب الخامس، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. التدريب: كم ساعة تنام في اليوم؟ أنام 7 ساعات تقريبا. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات تقريبا. كم ساعة تنتظر في اليوم؟ أنتظر 4 ساعات تقريبا. كم ساعة تدرس في اليوم؟ أدرس 5 ساعات تقريبا. كم ساعة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 ساعات تقريبا. كم ساعة تكتب في اليوم؟ أكتب 3 ساعات تقريبا. التدريب السادس، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: هل لديك مكتبة؟ نعم، لدي مكتبة كبيرة. التدريب: هل لديك ساعة؟ نعم، لدي ساعة جميلة. هل لديك ملابس؟ نعم، لدي ملابس كثيرة. هل لديك قلم؟ نعم، لدي قلم غال. هل لديك ثوب؟ نعم، لدي ثوب أبيض. هل لديك قميص؟ نعم، لدي قميص أخضر. هل لديك معجم؟ نعم، لدي معجم عربي. الوحدة 12، الهوايات. الدرس 70، الأصوات وفهم المسموع. أولا: الأصوات. التدريب الأول، استمع وأعد.
شاكر، شريف، شهاب، شعيب، شيماء، شقراء، شمس. التدريب الثاني، استمع وأعد. سد، شد، سرور، شرور، سكر، شكر، سلة، شلة، سم، شم، أشر، أشر، حسد، حشد، أسرف، أشرف، حسر، حشر، بشم، بشم، جرس، جرش، همس، همش، فراس، فراش، الرس، الرش، أجرس، أجرش. التدريب الثالث، استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاهد ومشهود. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير. الوحدة الثانية عشرة، الهوايات. الدرس السبعون، ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول، استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد، ما هوايتك يا أحمد؟ السباحة. اثنان، ماذا تقرأين يا زينب؟ أقرأ الصحف العربية. ثلاثة، هل هذا جناح جمع الطوابع؟ لا، هذا جناح الخط العربي. أربعة، أي جمعية تختارين؟ أختار جمعية التدبير المنزلي. التدريب الثاني، استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا. لدى جابر مكتبة كبيرة فيها كتب كثيرة، ولدى مجاهد مكتبة أيضا فيها كتب قليلة. جابر يحب القراءة، ومجاهد يحب القراءة أيضا. يقرأ جابر 3 ساعات في اليوم تقريبا. جابر يقرأ الكتب الإسلامية، ومجاهد يقرأ الصحف والمجلات الإسلامية والعلمية. التدريب الثالث، استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد، ما هوايتك؟ هواية القراءة. اثنان، ماذا تقرأ؟ أقرأ مجلة. ثلاثة، هل لديك مكتبة؟ نعم، لدي مكتبة. أربعة، كم ساعة تقرأ في اليوم؟ 4 ساعات. خمسة، ماذا تقرأ أنت؟ أقرأ كتابا. ستة، هل هذا جناح الكتب؟ نعم، وهناك كتب كثيرة. التدريب الرابع، استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد، ما هوايتك؟ اثنان، ماذا تقرأ؟ ثلاثة، هل لديك ساعة؟ أربعة، أي جمعية تختار؟ خمسة، هل زرت صديقك؟ ستة، هل تحب السباحة؟ سبعة، أين الصحف؟ الوحدة الثانية عشرة، الهوايات. الدرس 72، القراءة والكتابة. أولا، القراءة. التدريب الأول، اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. شريف طالب في الجامعة، وأخته زينب طالبة في الجامعة أيضا. هو يدرس الهندسة وهي تدرس الطب. شريف لديه هوايات كثيرة،
هو يحب السفر والمراسلة والقراءة، وزينب لديها هوايات كثيرة أيضا، هي تحب القراءة والصحافة. التدريب الثاني، اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. أحمد صديق سعيد. أحمد يدرس في كلية التربية، وسعيد يدرس في كلية الطيران. أحمد يسكن في القرية، وسعيد يسكن في المدينة. يذهب أحمد إلى الجامعة بالحافلة، ويذهب سعيد بالسيارة. يدرس أحمد في الأسبوع 20 ساعة، ويدرس سعيد في الأسبوع 30 ساعة. أحمد يحب قراءة الكتب والمجلات والصحف، وسعيد يحب السفر والمراسلة. التدريب الرابع، اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. زار جميل وجلال معرض الهوايات في جدة. في معرض الهوايات جناح جمع الطوابع، وجناح الخط العربي، وجناح الصحافة، وجناح التدبير المنزلي، وجناح الرياضة. في جناح جمع الطوابع طوابع من كل بلد، وفي جناح الخط العربي آيات بخط النسخ وخط الرقعة، وفي جناح الصحافة صحف ومجلات وكتب، وفي جناح التدبير المنزلي طعام من كل بلد، وفي جناح الرياضة كرة القدم وكرة السلة والسباحة والفروسية. انتهت الوحدة. الوحدة 13، السفر. الدرس 73، الحوار الأول. انظر واستمع. أي خدمة؟ لدي حجز إلى جدة وأريد تأكيد الحجز. هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا، هو على الخطوط الإندونيسية. أين التذاكر؟ هذه هي التذاكر، تذكرتي وتذكرة زوجتي وتذكرة ابني وتذكرة ابنتي. وأين جوازات السفر؟ هذه هي جوازات السفر. أين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج، وهذه تأشيرة الدخول. الرحلة رقم 777، تغادر الطائرة الساعة 3 فجرا، احضر إلى المطار قبل ساعتين. شكرا، رحلة سعيدة. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. أي خدمة؟ لدي حجز إلى جدة وأريد تأكيد الحجز. هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا، هو على الخطوط الإندونيسية. أين التذاكر؟ هذه هي التذاكر، تذكرتي وتذكرة زوجتي وتذكرة ابني وتذكرة ابنتي. وأين جوازات السفر؟ هذه هي جوازات السفر، أين
أين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج، وهذه تأشيرة الدخول. الرحلة رقم 777. تغادر الطائرة الساعة 3 فجرا. احضر الى المطار قبل ساعتين. شكرا. رحلة سعيدة. الحوار الثاني، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. جواز السفر من فضلك. هذا هو جواز السفر. هل انت ماليزي؟ لا، انا كشميري. هل انت قادم للعمل؟ لا، انا قادم للزيارة والعمرة. كم يوما ستقيم هنا؟ 3 اسابيع تقريبا. اين ستقيم؟ سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. إقامة طيبة وعمرة مقبولة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. جواز السفر من فضلك. هذا هو جواز السفر. هل انت ماليزي؟ لا، انا كشميري. هل انت قادم للعمل؟ لا، أنا قادم للزيارة والعمرة. كم يوما ستقيم هنا؟ 3 أسابيع تقريبا. أين ستقيم؟ سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. إقامة طيبة وعمرة مقبولة إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الحوار الثالث، انظر واستمع. أهلا وسهلا، فقدت حقيبتي. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من بنغلاديش. أين الجواز؟ وأين التذكرة؟ هذا هو الجواز، وهذه هي التذكرة. ما لون الحقيبة؟ لونها أسود. هل هذه حقيبتك؟ نعم، هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. نعم، هذه حقيبتي. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. أهلا وسهلا، فقدت حقيبتي. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من بنغلاديش. أين الجواز؟ وأين التذكرة؟ هذا هو الجواز، وهذه هي التذكرة. ما لون الحقيبة؟ لونها أسود.
هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. نعم هذه حقيبتي. الوحدة الثالثة عشرة، السفر، الدرس الرابع والسبعون، المفردات. انظر واستمع وأعد. يفتح، يقيم، يغادر، يفقد، تذكرة، تذاكر، المطار، فندق، حقيبة، الخطوط السعودية، الخطوط الإندونيسية، تأشيرة الخروج، تأشيرة الدخول، قادم، السعودية، ماليزيا، كشمير، إندونيسيا، بنغلاديش. الوحدة الثالثة عشرة، السفر، الدرس الرابع والسبعون، مفردات إضافية. انظر واستمع وأعد. شمال، جنوب، شرق، غرب. الوحدة الثالثة عشرة، السفر، الدرس الخامس والسبعون، التراكيب النحوية، التدريب الأول، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: هل أنت كشميري؟ لا أنا ماليزي. التدريب: هل أنت إندونيسية؟ لا أنا تشادية. هل هو نيجيري؟ لا هو موريتاني. هل هي ليبية؟ لا هي إيرانية. هل صالح سعودي؟ لا صالح قطري. هل صالحة إماراتية؟ لا صالحة بحرينية. هل أحمد هندي؟ لا أحمد بنغلاديشي. التدريب الثاني: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. التدريب: ماذا في المطبخ؟ في المطبخ أطباق. ماذا في الثلاجة؟ في الثلاجة فاكهة. ماذا في الغرفة؟
في الغرفة أثاث. ماذا في المكتبة؟ في المكتبة كتب. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة تذاكر. ماذا في السيارة؟ في السيارة قمصان. التدريب الثالث، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: من أين أنت قادم؟ أنا قادم من بنغلاديش. التدريب: من أين أنت قادمة؟ أنا قادمة من إندونيسيا. من أين هو قادم؟ هو قادم من ماليزيا. من أين هي قادمة؟ هي قادمة من السعودية. من أين أحمد قادم؟ أحمد قادم من ليبيا. من أين فاطمة قادمة؟ فاطمة قادمة من موريتانيا. من أين سلمان قادم؟ سلمان قادم من تشاد. التدريب الرابع، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا، الحجز على الخطوط الإندونيسية. التدريب: هل الحجز على الخطوط النيجيرية؟ لا، الحجز على الخطوط الموريتانية. هل الحجز على الخطوط الماليزية؟ لا، الحجز على الخطوط البنغلاديشية. هل الحجز على الخطوط الليبية؟ لا، الحجز على الخطوط التشادية. هل الحجز على الخطوط القطرية؟ لا، الحجز على الخطوط العمانية. الوحدة الثالثة عشرة، السفر. الدرس السادس والسبعون، الأصوات وفهم المسموع. أولا، الأصوات. التدريب الأول، استمع وأعد. مسافر، ضابط، قادم، تذاكر، مطار، جواز. التدريب الثاني، استمع وأعد. بر، بار، خل، خال، در، دار، جلس، جلسا، سب، ساب، دع،
دس داس جمل جمال نهر نهار غدر غادر ساعة ساعة لك لك مطر مطار. التدريب الثالث، استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الوحدة الثالثة عشرة السفر الدرس السادس والسبعون ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد أين التذاكر؟ هذه هي التذاكر اثنان أين جوازات السفر؟ هذه هي جوازات السفر ثلاثة هل أنت قادم للعمل؟ لا أنا قادم للزيارة والعمرة أربعة ما لون الحقيبة؟ لونها أحمر التدريب الثاني استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد ما رقم الرحلة؟ اثنان متى تغادر الرحلة؟ ثلاثة
أين جواز السفر؟ 4 كم يوما ستقيم؟ 5 إلى أين أنت مسافر؟ 6 ما لون حقيبتك؟ 7 أين التذكرة؟ 8 أين ستقيم؟ 9 من أين أنت قادم؟ 10 ماذا في الحقيبة؟ التدريب الثالث. استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة بوضع علامة صح في المربع المناسب. 1 إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى العراق. هل لديك تأشيرة دخول؟ نعم لدي تأشيرة دخول. 2 أين جوازات السفر؟ هذه جوازات السفر، جوازي وجواز زوجتي وجواز ابنتي. 3 ما رقم الرحلة؟ 36 4 كم حقيبة لديك؟ 5 حقائب. 5 كم يوما ستقيم في العراق؟ 10 أيام. هل لديك حجز؟ نعم لدي حجز. تفضل. شكرا. التدريب الرابع. استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو لا. أحمد مهندس، هو قادم مع الأسرة من أندونيسيا. هو قادم إلى مكة المكرمة، تغادر الطائرة المطار الساعة 3 فجرا إلى جدة. تستغرق الرحلة 7 ساعات، وتستغرق الرحلة بالحافلة من جدة إلى مكة ساعة واحدة تقريبا. أحمد قادم للعمرة والزيارة، سيقيم في مكة في فندق قريب من المسجد الحرام، وسيقيم في المدينة في شقة قريبة من المسجد النبوي. الدرس 78. التدريب الثاني. اقرأ الفقرة ثم ضع علامة صحيح أو خطأ. جميل طبيب سوداني قادم من السودان إلى السعودية. جميل قادم للعمرة هو وأسرته على طائرة الخطوط السعودية. رقم الرحلة 434. فقد جميل حقيبة كبيرة وحقيبة صغيرة في مطار جدة. في الحقيبة الكبيرة ملابسه وملابس الأسرة، وفي الحقيبة الصغيرة كتب وتذاكر. تكلم جميل مع الموظف وانتظر في المطار 3 ساعات. أحضر الموظف الحقيبة الكبيرة والحقيبة الصغيرة. ذهب جميل وأسرته إلى مكة، وأقامت الأسرة في فندق قريب من المسجد الحرام شهرا. هو سعيد والأسرة سعيدة أيضا. التدريب الرابع. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. محمد مهندس ماليزي، يريد السفر مع أسرته إلى السعودية للعمرة والزيارة، ولديه حجز على الخطوط الماليزية، ويريد تأكيد الحجز. معه 4 تذاكر: تذكرته وتذكرة زوجته وتذكرة ابنه وليد وتذكرة ابنته سارة.
في جواز السفر تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج. محمد سيسافر إلى جدة بالطائرة الماليزية، تغادر الطائرة الساعة 4 عصرا. يحضر هو وأسرته إلى المطار قبل السفر بساعتين. سيقيم محمد شهرا في مكة، وسيسكن في شقة قريبة من المسجد الحرام. انتهت الوحدة. الوحدة 14، الحج والعمرة. الدرس 79، الحوار الأول. انظر واستمع. متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. الحوار الثاني. انظر واستمع. كيف اعتمرت يا أبي؟ وصلت إلى الميقات عند شروق الشمس. وماذا فعلت في الميقات؟ لبست ثوب الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط، ثم صليت 2 ركعة خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلقت رأسي. وأين خلعت ثوب الإحرام؟ خلعته في الفندق. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. كيف اعتمرت يا أبي؟ وصلت إلى الميقات عند شروق الشمس.
وماذا فعلت في الميقات؟ لبست ثوب الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط ثم صليت 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلقت رأسي. وأين خلعت ثوب الإحرام؟ خلعته في الفندق. الحوار 3، انظر واستمع. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ غدا في 9 بعد الزوال. ومتى ينتهي؟ ينتهي بعد غروب الشمس. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى في الصباح ونرمي الجمرة الكبرى، ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في 12 أو 13. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ غدا في 9 بعد الزوال. ومتى ينتهي؟ ينتهي بعد غروب الشمس. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى في الصباح ونرمي الجمرة الكبرى،
ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا